بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، للأسف هناك من يفني عمره لقضية ما يسمى بتحرر المرأة ومساواة المرأة بالرجل وحقوق المرأة واختلاط المرأة وإلى آخره. الإسلام أيها الأحبة يجب أن نعلم أنه أول من دعا إلى تحرر المرأة، أنه جعل لهذه المرأة قيمة عالية فجعلها كالجوهرة. لماذا؟ لأن الذي خلقها يعلم تأثيرها على الرجال ويعلم أن هناك فتن ومشاكل، لذلك أمر بالحجاب. بعض العلمانيين يقومون بالنضال من أجل قضية الحجاب أو خلع الحجاب. طيب دعوني أنا فقط، لن أناقش الأمر قرآنيا ولا من حيث السنة النبوية المطهرة ولا حتى من حيث التقاليد والعادات، دعونا نناقش هذه القضايا بشكل علمي أيها الأحبة. بالنتيجة كل واحد يريد مصلحته. علميا أنا أين مصلحتي ومصلحتك؟ ينبغي أن تجري وراءها. أحبتي في الله، جامعة صينية قامت بدراسة عن تأثير جمال المرأة على الرجل. طبعا الذي يدعو لخلع الحجاب وإظهار مفاتن المرأة واحتكاك هذه المرأة مع الرجل، ما معنى مساواة الرجل بالمرأة؟ أن تحتك معه وتخلو به وتتعامل كأنها رجل. يعني عندما يجلس شخصين رجل ورجل مع بعض، هل هناك محاذير؟ لا. هل هناك مانع شرعي أو حتى اجتماعي؟ لا. بينما النبي صلى الله عليه وسلم حذر أن يخلو رجل بامرأة، وحرم حتى مصافحة المرأة، وحرم النظر إلى المرأة أيها الأحبة. النظر محرم. طيب لماذا هذا التشدد كما يقول العلمانيون؟ دعونا نرى ماذا يقول العلمانيون أنفسهم، ولكن في الغرب. جامعة هارفارد وجامعة صينية وعدة جامعات أخرى قاموا بدراسات مختلفة، أنا سأعرض لكم ملخص تأثير جمال وجاذبية المرأة على الرجل فقط. وجدوا عندما أحضروا مجموعة من الرجال وبدأوا يشاهدون صور لنساء ذوات جمال، ما الذي حدث أيها الأحبة؟ الذي حدث أن قدرة الدماغ لدى الرجل في اتخاذ القرارات أصبحت أضعف وأصبح متهورا حسب الدراسة العلمية أيها الأحبة. وجه المرأة الجميلة مثل الكوكايين بالنسبة للشباب. طب هذا ليس كلامي أيها الأحبة، هذا الكلام ونحن تحدثنا في دراسة قامت بها جامعة كامبريدج، أرجو الاطلاع عليها، عن البورنوغرافي وتأثير مشاهدة الأفلام الإباحية وتأثير مشاهدة المرأة الجميلة على الدماغ، وقالوا إن أثرها يشبه المخدرات. طب هذه جامعات عالمية يا جماعة، يعني انتبهوا أحبتي في الله، نحن لا نتحدث بحديث رواه البخاري أو آية قرآنية، نتحدث عن حقائق علمية نراها بأعيننا. العلماء أخضعوا مجموعة من الشباب بجهاز، قاسوا دماغهم، نشاط الدماغ بجهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي. تبين أن المنطقة التي تنشط أثناء تعاطي المخدرات هي ذاتها التي تنشط أثناء مشاهدة المرأة الجميلة أو الأفلام الإباحية أو الجنسية أو غير ذلك. طيب في أستراليا أيضا قاموا بدراسة على مجموعة من الشباب، وجدوا أن الشاب بحضور المرأة الجميلة يصبح أكثر مغامرة وأقل عقلانية. أثناء اتخاذه للقرار يحاول أن يقوم بحركات أو كلام يصبح هدفه أن يثير الإعجاب. انتبهوا أيها الأحبة، هذه الدراسات لم تجرى في بلاد إسلامية أو بلاد محرومة من الجنس كما يدعون، يعني
هذه الدراسات أجريت في بلدان الجنس متاح لديهم 24 ساعة، أسهل من شرب الماء لديهم. على الرغم من ذلك، يعني هذا الشاب الذي يرى النساء ليلا نهارا وبالنسبة له أمر طبيعي، على الرغم من ذلك كان حضور المرأة بقربه يسبب له إرباكا في اتخاذ القرار ويصبح أقل عقلانية في قراراته. طيب ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ إذن أيها الأحبة، هذا الأمر يرجعه بعض العلماء لارتفاع هرمون التستوستيرون لدى الرجال. طيب أنا لدي هنا أيضا دراسة تؤكد أن ذكاء الإنسان يصبح أقل بحضور امرأة في جانبه، وكلما كانت أكثر جمالا كلما كانت أكثر إثارة وتشويشا لخلايا الدماغ. الدراسة تقول أيها الأحبة إن الإنسان عندما يجلس بالقرب من امرأة فاتنة فإن إدراكه يصبح أقل، وقدرته على حل المشاكل أو المسائل تصبح أضعف. ما الذي يحدث أيها الأحبة؟ حتى إن الدراسات التي تنشرها مجلات غربية مرموقة تؤكد أن المرأة الجذابة، كما في دراسة إيطالية وتحدثنا عنها مؤخرا قبل سنوات، تجعل الرجل تؤثر على الذاكرة، ذاكرة الرجل تصبح أضعف. طيب من أجل كل هذا التأثير الذي أثبته العلماء ورأوه يقينا بأجهزة المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي، إذن أصبحنا الآن أمام حقيقة علمية يقينية تقول لابد أن يكون هناك أثر بين للمرأة على الرجل، وبخاصة إذا خلى الرجل بالمرأة. لذلك أيها الأحبة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. الله عز وجل لماذا أمرك أيها المرأة بالحجاب؟ لماذا؟ هل ليحجب عقلك عن الناس؟ أم ليخفف أثر هذه المرأة على الرجال؟ لأن تأثير المرأة على الرجل أيها الأحبة، وبخاصة عندما تتبرج وتكشف شعرها وأجزاء من جسدها، تركيب الرجل، تركيب خلايا دماغ الرجل تجعله يصبح أكثر تهورا وأقل عقلانية، وتصبح قراراته متهورة حرفيا، أنا أقول لكم كما تقول هذه الدراسات. فيمكن أن يصبح تفكيره منحصرا كيف يحصل على هذه المرأة، وبالتالي إذا خرجت المرأة بزينتها وفتنتها أمام عدد كبير من الرجال، وكان هناك مرضى، لأن كل مجتمع أيها الأحبة هناك فيه مرضى القلوب ومرضى العقول، وهناك بعض المرضى قد يتسببون لها بأذى سواء بكلمة أو بتصرف أو بسلوك، وقد ينتهي الأمر لارتكاب مثلا اغتصاب أو فاحشة. طيب الإسلام ماذا فعل هنا أيها الأحبة؟ قطع هذه المشكلة من جذورها، أمر المرأة بالحجاب وأن تقول قولا معروفا ولا تخضع بالقول، وأمرها بغض البصر أيضا، لأن نظرة المرأة إلى الرجل أيضا تثير في دماغه هذا الأثر الكبير الذي يشبه تأثير الكوكايين كما تقول الدراسات ولست أنا. وأمر الرجل أيضا أن يمتنع عن النظر إلى المرأة. لذلك أيها الأحبة، عندما نقرأ هذه الآيات تتفق 100% مع العلم، إذن لماذا تدعون إلى خلع الحجاب وخلط الرجل بالمرأة ومساواتهم؟ ويعني هذه الفاحشة ستكثر، والمجتمع هو من سيتضرر بسبب الأمراض المنقولة جنسيا. لذلك أيها الأحبة، الله تبارك وتعالى
قال لك أيها المؤمن، تريد حياة زكية طيبة، طبق تعاليم القرآن. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. طيب بالله عليكم، أنا أتحدى أن يقول لي أي إنسان ما هي أضرار تطبيق هذه الآية. يعني أنا إذا امتنعت عن النظر إلى المرأة، ما هي أضرار هذه الآية؟ فقط هذا أمر إلهي، ما هو الضرر منه؟ والمرأة أيضا إذا امتنعت عن النظر إلى الرجل الذي لا يحلها وحفظت فرجها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما هي أضرار الحجاب؟ أنا أتحدى العلماني المجتمعين أن يأتوني ببحث واحد أو دراسة علمية عن أضرار الحجاب، دراسة واحدة فقط. بالعكس، الدراسات تؤكد أن المرأة التي تغطي معظم جسدها تقل، يعني المجتمعات التي فيها تغطية الـ وبخاصة الوجه والـ يعني بشكل كلما غطت المرأة مساحة أكبر من جسدها نسبة سرطان الجلد تقل. لماذا نجد سرطان الجلد في المجتمعات الغربية التي يعني تعودت على التعري وكشف أجزاء من جسدها؟ هذه النساء يصابن بسرطان الجلد بنسبة أكبر بكثير من الأماكن التي المرأة فيها محجبة. الشيء الثاني أيها الأحبة، ما هي أضرار غض البصر؟ نتحدى أن تأتون بدراسة علمية تقولون إن الرجل إذا غض بصره عن المرأة فيه ضرر له. بالعكس، العكس هو الصحيح أيها الأحبة. العلم يقول ينبغي أن تغض بصرك، لأن هذا النظر مثل المخدرات بالنسبة للدماغ. لذلك أيها الأحبة، يعني والله لو تأملنا في تعاليم الإسلام لن نجد أرحم ولا أعظم من هذا الدين الحنيف الذي أمرنا، كل شيء أمرنا به فيه خير لنا، كل شيء نهانا عنه من ورائه شر. انظروا إلى أمريكا اليوم أيها الأحبة، دراسة تحدثنا عنها قبل فترة، 110 مليون أمريكي مصابون بأمراض منقولة جنسيا. أليس فيكم رجل رشيد؟ يعني أنا 300 مليون أمريكي، ثلثهم مصابون الآن بأمراض جنسية منقولة جنسيا، منها الإيدز القاتل، منها الزهري وكذا وكذا، أمراض يعني تفتك بهذا المجتمع. طيب لماذا؟ إله يريد أن يطهر هذا المجتمع، ولكن دائما والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم. ويقول أيضا عن أولئك الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. انظروا أيها الأحبة، كل من ينادي بترك الحجاب وضرورة ممارسة الشهوات بحجة الحرية وكذا، كل هؤلاء أيها الأحبة إنما يدعون لنشر هذه الفاحشة ونشر الأمراض وتدمير المجتمع. الإنسان عندما يكون عندما يطبق أوامر القرآن العظيم وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، صدقوني سيكون في أفضل حالة نفسيا وجسديا واجتماعيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهرنا جميعا من شر هذا الوباء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.